يعني مش الطريق عشان تم تثبيت الشان طريق الزيادي منتخب باش يكون موجود في الشان، لكن الجديد انه مش باش توقف البطوله باش تقعد تلعب وقت اللي منتخب المحليين يلعب في الشان. يبدو انه الاتجاه هذا زي ما هوش رسمي باش ياخذوا وفق القانون جزء ملاعبيه من كل نادي. نعرفوا ان القانون يفرض اذا كان تاخذ 3 ملاعبيه النادي يطلب انه مقابله تتاجل، هذا عنده حق فيه. كي تاخذوا زوز ما عندوش حق يطلب تاجيل المقابله. شنو رايك في الشوا هذا نتاع انه بطوله متواصله والمنتخب بيشارك في الشان؟ والله رأيي بالنسبة لي أنا هو من الأول اتخاذ القرار أنك باش تشارك ولا ما تشاركش هو اللي بليز امبورتون. معناتها أنت كي مش تشارك شنو الفائدة اللي مش تعملها؟ اسكو أنت تقعد تحذر للمنتخب معناتها الأول متاعك ولا باش تشارك للمشاركة؟ أنت شنو تشوف؟ ما تشوفش فرصة باش نكتشفوا ملاعبين فهان بالشان اللي لعبناها في السودان؟ فما استراتيجية محطوطة. أنت مش تشارك علاش باش تشارك؟ باش تعطي فرصة الناس أخرين ما كانوش يلعبوا باش نشوف أمانة أسكو على مستوى دولي باش نشوف أمانة أسكو بعد ينجموا نعمل عليهم عليهم ولا لا. وإلا أنت باش تشارك عملها باش تشارك وكهو مشاركة للمشاركة. ما هذا هو أسكو أنت عندك أهداف عندك دي استراتيجية عندك نظرة للمستقبل والا باش تشارك باش تشارك وكاو المشاركه مش الفكره انك انت تاخذ من كل فريق زوز ملاعبيه. اوكي تنجم تاخذ وتلعب بالشامبيونا وهي شوف تفيد زير كوب دافريك تلعب والشامبيونا تلعب علاش خاطر يقول لك احنا ما عندناش شان ولا كوب دافريك كوب دافريك اي خاطر ما فما حتى لاعب كلهم اي صحيح معناتها دونك هذا معناتها انت تو المغرب كيف الشان برشا نوادي معناتها برشا معناتها بلدان. خلينا ناخذ رايك ثابت في الموضوع. انا مع الشان الحقيقه. اول حاجه فما كميه نتاع لاعبين في يعني مختلف الانديه في الرابطه الاولى الحقيقه اللي يستحقوا مكانه حتى في المنتخب. نحبوا نشوفوهم ونقيموهم في المستوى هذا ولا تعطيهم فرصه وتقيمهم في مستوى معين ومستوى يعني افضل شويه من البطوله الوطنيه وفرصه ليهم هما باش يثبتوا الجداره نتاعهم والاستحقاق نتاعهم باش يكونوا في يعني في المنتخب الوطني الاول. الملعب التونسي في عديد اللاعبين الحقيقه اللي يستحقوا التواجد في حتى في الفريق الاول توا في الشان نجموا فما مروان الصحراوي سامي هليل لا عندك في الدفاع فما الصحراوي اد معروس يقدموا يعني في بطوله ممتازه. فما في المستير كيف اللعب لاتاكون دو بوان ما تصير مشاكل سبت خويا من هنا لك الوقت فما سافوار البطوله مش تحكي فيه هذا حتى الفرق حازم المستوري تحكي عليه حازم المستوري دونك يقدم في مستوى الحقيقه اللي يخوله باش ينجم يكون متواجد في الشان. دونك الحقيقه عديد اللاعبين اللي يحبوا يشوفوا مستوى اضافه وانه الشان هذه يعني فيها مبلغ مالي تنجم تربحه ينجم يعني يدخل الميزانية متاع الفيدراسيون اللي في حدود 3 مليارات نتصور ما عنديش رقم حسب أما يبدولي زادوا في القيمة متاع الجوائز المالية قيمة الجوائز المالية دونك توصل 3-4 مليارات كيف سما مداخيل مهمة بالنسبة للفيدراسيون وكيف اللاعبين باش يكون لهم فرصة وانهم يثبتوا التواجد نتاعهم. الفرنك تساعدنا النقطة اللي أثرها ذاك رفق باش نسألك عليها بالعقلية التونسية باهي نشوفوا ملاعبية لكن بالعقلية التونسية باش نشوفوا كل منطق نتاع شبيك خذيت زوز من هذوك مش شبيك خذيت واحد من هنا اللي النادي كان يعارك باش تهزلوا من المنتخب شبيك خذيت زوز ملاعبية هذوك مهمين وذاك مش مهمة في الجمعية الأخرى هزيتها. لا والمشكلة زادة في الجمعية في حد ذاتها وأنت وضعيتها إذا كان مثلا ترجي الجيجيسي في الفترة هذيك تلعب على البطولة والأولمبي الباجي مازالوا متصدرين مثلا الناخب الوطني مش سادع يسر ضيف الله ويقولوا لا نعطيك نسيم دويش والله يا حاجتي حاجتي بربيع الحمري حاجتي بيه لا اخويا نعطيك نعطيك جوار اخر هذه المشكله يزم يصير لا التوجه يزم يكون رفقي سامحني التوجه يزم يكون واضح ويزم اللاعبين يزم احسن ملاعبين لا اللاعبين اللي شاركوا مع المنتخب الاول في المقابلات الجايه هذوما ما تمشيش استدعائهم للشهر بايزون في ترجع عندي مريح من غير ما يمشي للشهر ما تمشي للشهر ما هو تنجم يعني يضعف لك المنتخب زاد اللي باش يمشيك اللي باش تنافس انت زاد لا يشبهوا لبعضهم للشهر ما نصورش الشهر كله يزم اتفاق اسلام بين النوادي والمكتب الجامعي بالتنسيق مع الاطار الفني يزم زاد وقت اللي انا ناخذ من باجا والمستير
وجرجيس لازم احسن ملاعبين لازم احسن زوز مش انا ناخذ احسن زوز تقول لي لا راني عندي استحقاق ثلاثة نقاط مهمه لا خذ هذه المشكله صحيح. لازم التوجه واضح واتفاق يكون بين جميع الاطراف زاد قلت لي باش نمشي انا شان باش نخسر ثلاثة واربعة عاد الوين نشارك جملة عاد ندفع الاختية انا تاع 50 ألف دولار تاع الالتزام تاع المشاركة لا رفقي خاي ثلاثة واربعة ناكلوا فيهم توا بالفريق لا لازم لازم نمشيو بأحسن ملاعبين محليين تفضل ذاك ما سمعناك شيخ اي تفضل انا المعلومة توا الفكرة تبيع بالفلوس في العالم انا والله باش نعطي فكرة توا بلاش بليش خويا قدكش متواضع بليش انت انا بعد لا خاطر هم المسؤولين هم اللي مطالبين بالافكار مش هو مش هو سيدي انا لا انا عندي الخبره بتاعتي الافكار لا معلم انا بالخبره بتاعي وبكل تواضع عندي الحق لا لا نعطيها تو ذاك في التعليقات هو صديقنا ماريو بدا يقول لك هو من جماهير ديتوال يقول لك ديتوال ما فيها حد يستحق هاي ماناش ناقصين نحن خلينا خلينا رايبين لا انا عندي فكره ظلي الكل موني ورفقي قبل علقت على مباراه في القسم الثاني ولا لا علق فما لاعبين في القسم الثاني ما هيش فكرتك حكينا فيها قبل لا لا ما هيش فكرتك الرابطة الثانية ماكش مش تخلص عليها أما ذكرنا بها مثال نخرج على نخرج على الكراسون تسمع في الفكرة فما لاعبين في القسم الثاني من طراز رفيع العملية سهل لا ندخلوا في جدال متاع ناحية له أنا مع كل فريق في الوطني لاعب برك وما يكونش مؤثر مثلا ما جيش باجي ناحية معز بن شرفي لاعب برك احسب انت 14 لاعب هذوم والناخب الوطني ولا شكون باش يتكفل بالمهم يمشي هاو موجوده على البلاتفورم ماتشويت لايف بتاع دي دو هذا كان قلنا ما بشيناش وياخذوا احسن لاعبين ويسهلوا يسهلوا للفرق نتاع القسم الوطني اي في شيء تشوف الملاعبين تشوف اللاعبين العام الجاي ممتاز الفكره والله ممتاز حكينا انت اشتر وانا اشتر لا حكينا فيها والله حكينا فيها قبل وتاخذ اللاعبين هذوك ما سيدي انا نسهل لك يا سيدي ما تقعدش انت تتنقل ويجيبوا لك لاعب يلعب في رادس يخلي يلعب في مقرين انا واحد من الناس مقرين فيها لاعبين نجم يكونوا برا تونس القروان نحبش نسمي كيكا بوحجله كله فيها فما بوغاز تاع كوره خمنين طلعنا نجيت الفايده في العين بالحق الفايده في العين يا سيدي هاو انت تقول لي خلنا زو هذا ما سيدي هاو شرف يا سيدي بالك بالك يا سيدي يترشق جوار بلغه الكوره ومثلا بو حاجه ولا مقرين جاء اوفر من برا سيدي في جوه ذاك وحتى كان خسرنا معناتها مش لازم كما قلت نرجع للهدف اللي قال عليه تارا انا جامعه تونسيه يكون سبب باش نوفر نكتشفوا لاعبين اكتشاف للناسيونال سيدي تفرج فيهم في اللايف وخذ برا امشي نفع الدو اشري من عندك هاني انا وفرنا اي نحن كنا ما نشاركوش وحتى كان حتى كان يخسرنا نزل لا هاكم باش نعملوا نعدلوا شويه نزلوا لاعب واحد من كل جماعه مش مؤثر في النادي يكون ممتاز كما قال فكره باهي بارك الله فيك